بس انا خليها في بالك، راح اقول لك لو ينزل جبرائيل، شفت جبرائيل هاي معجزه ما ينزل، انا اقول لك لو ينزل جبرائيل ما راح الا الجلسه تنعقد، تدري ليش؟ لان معظم النواب ما عندهم استعداد، خسروا مئات الملايين من الدنانير يطلعون بلوشي. انا احكي لك عدل يعني، عفك من الوطن وما وطن وهاي الحكي هذا خليه على صفحه. ذول ناس كل واحد خسر له، اكو بيهم خسر فوق المليار. انت تدري انت لو اذا ما تنعقد الجلسه ايش راح يصير؟ راح يصير ازمه دستوريه، بعد ماكو رئيس جمهوريه وراح تتحول الى حكومه انقاذ وطني. هذا من حصل في هذا الاجتماع على ان يتوصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نقدم جزيل الشكر لكل النواب الذين ادركوا خطوره المضي بالسياقات المعتمده في عمليه انتخاب رئاسه الجمهوريه. واشكر جميع الذين استوعبوا مضار ومخاطر